ومن افتراءات دحلان يقول انه ان ابن عبد الوهاب كان يضمر انه بيدعي النبوه، لكن لما راى الناس ما يصدقونه، لما شاف ان الناس ما مصدقينه كتم هذه الفكره، ولا هي في نفسه يعني يعلم حتى ما في القلوب، يعلم الغيب دحلان، يقول هي في قلبه، كان يريد يدعي النبوه ولكن يوم شاف الناس ما هم بلمه سكت، إلى غير ذلك من الافتراءات المضحكة. نعم.